السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباحكم صباح الصابرين الفائزين المحتسبين، صباحكم صباح شعب أمة كاملة نشت على فاجعة فراق من 3 أيام، فراق شخصية غمضت كل إنسان في قلبه رحمة ويخاف من الله، فراق ولد من أولاد هذا الشعب، فراق شاب في مقتبل العمر، ما الله أراد له، الله استخاره من بد العالم كلها إنه يجاوره، فلا اعتراض على حكم الله، ما شيء خير من جيرة الله سبحانه وتعالى، وإن الله يلهم أهله الصبر والسلوان، الله سبحانه وتعالى قادر أن يمسح على قلوبهم ويصبرهم على الفراق. ما في أشد من فاجعة الفراق، ما شيء في الدنيا العودة أشد من فاجعة الفراق. الفراق في الدنيا والتلاقى ويا شخص أخو مغترب سار بيرد ما عليه، لكن الفراق الأبدي ما شيء أشد عن فاجعة الأم والأب في فراق الضنة. فراق الضنة هذا وايد 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 يأثر ويسوي كسر في قلب الإنسان، إن كان أب أو أم، كل حد دون ذلك أمره هي. فراق الأخو لأخته، أفراق العم لابن عمه، أفراق الصاحب والصديق، كله أمر هيم. فراق الضنة ما شيء يشد عنه، اللهم لك الحمد، ولا اعتراض، لكن فاجعة، وهذه مش إلا فاجعة، مصيبة من أكبر المصائب، لكن الحمد لله رب العالمين. ما الإنسان ما إلا يقول الحمد لله والصبر، وإن الله يجمع والديه ومحبينه بهم في أخير من هالمكان وأحسن من هالوقت وأطيب من هالمكان، وإن الله يلهمهم الصبر والسلوان يا رب العالمين. الحمد لله على كل حال. فهذا هو كان سبب انقطاع المدة 4 أيام. اللهم لك الحمد، ولا شيء اعتراض على حكمة الله، وإن الله يصبرنا ويصبر أهلهم ويصبر محبينهم ويصبر، إن الله يصبر أبوي الحكومة والشعب ويصبر إن شاء الله كل إنسان فارق عزيز ويخلف عليهم إن شاء الله بالخلف الصالح ويمسح على قلوبهم. ما شيء بيت دولة كلها كانت حزينة، فئاتها بشعبها بحريمها كبارها صغارها، وافدها مهندسها صغير كبير دكتور في أي مكان، كل إن كان حزين ومتأثر على فراق هالشاب. يا الله يا رب تعوضه الجنة في شبابه يا رب العالمين، وتصبرها يا رحم الراحمين، إنها فاجعة. نعم إنها فاجعة، وما شيء يشد عن فاجعة الموت. الحمد لله، والفراق هذا الفراق الله أكبر، ما شيء يشد عن، ولله الحمد تونا واصلين الحين، وإن شاء الله بنكون أول الناس اللي بيدخلون في اليوم الثالث لتأدية واجب العزاء لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي. الحين مساء، لكن أنا حين ما بقول مساء الخير، لأن بحط التصوير بكرة الصبح، بما أن أنا وصلت الشارجة وأديت واجب العزاء للشيوخ الله يحفظهم ويطول بعمارهم، والأسرة القواسم كلها يا الله يبارك فيهم. من عقب العزاء تلاقيت ويا صديق وأخو وزميل
خالد القصاب ابو عبد العزيز. جزاك الله خير على هالجية. الله يجزاك يبارك فيك صراحة. يعني المصاب جدل مثل ما يقولون، والموت حق. وقلت أسلم عليه وبغيت يسولف وياكم. تفضل عبد العزيز. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا بخير. الله يبارك فيك. الحمد لله. يعني دائما الأحداث هذه يعني تبين للعالم كله مدى ترابط شعب الإمارات حكومة وشعبه. والحمد لله بمحمد نحن ما ننام يوم يحسدون العالم على هذا الترابط وهذه الألفة والوحدة الحقيقة بين الحكومة وأفراد المجتمع. تجانس بعبد العزيز ما في شك، شعب متجانس الحمد لله. الحكومات نفس الشيء. بمحمد الحمد لله المعزين من السلع علينا فجيرة. هذا بالنسبة للمواطنين حتى المقيمين، يعني الحمد لله رب العالمين انت دخلت الميلس وشفت الناس اللي موجودة. سبحان الله. وهذا أندل على شيء فأقول لك أنا حتى المقيمين بعد العزيز. نعم نعم. مقيمين يعني جميع الجنسيات. صح صح. جميع الأعراق جميع الفئات. الحمد لله رب العالمين. ميار السيوف مفتوحة وهم أصلا عبودون على هذا. الحمد لله. يعني ما تمر مناسبة من المناسبات إلا وتجد الشيوخ أثر وجود. إذا كانوا موجودين في البلاد ما يتهاونون عن الحضور، وإذا كانوا محد يطرشون أن ينوب عنهم يعني في تأدية الواجب من كان حزن أو فرح. جزاهم الله خير. أبو محمد نحن حقيقة يعني في بلد الحمد لله رب العالمين. نحن أبو محمد الحمد لله رب العالمين يعني اللي يشوف واقع الترابط بين الشعب والحكومة يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول عليه السلام: خير أمراءكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما من مناسبة من المناسبات إلا وتجد للشيوخ حضور. سبحان الله. والحمد لله رب العالمين. هذه نعمة من الله عز وجل تفتقد في كثير من الدول. لو تلف العالم كله قل ما تجد يعني ترابط مثل هذا. والناس كلها طبعا تأثرت يعني لمكانة الشيخ سلطان الله يحفظه ويطول في عمره في قلوبهم. وهو حقيقة يعني مثل ما سموه روح الاتحاد، هو أنا أسميه كذلك اليوم أبو الاتحاد، أبو الجميع. يعني الحمد لله رب العالمين. صح فقدنا الشيخ خالد الله يرحمه ويغفر له، ولكن كل أبناء الإمارات هم للشيخ إن شاء الله أولاد وأبناء بعد الله عز وجل. نحن له السند بإذن الله، وفي كل بيت له ولد بإذن الله عز وجل. الله يبارك في حياته. آمين آمين. الله مثل ما قلت لك الموت حق، لكن الناس تأثرت يعني مراعاة يعني حاتون الشيخ أكثر محاتون عمارهم. يعني دائما أبو محمد أنت أي كبير في العائلة تحصل له الحب والتقدير والاحترام، والناس الداريه أفراد العائلة كلهم يدارون، حتى أحيانا ما يوصلون له الأخبار السلبية والأخبار الشينة مراعاة لنفسيته. تأثر الناس اليوم حقيقة يعني تأثرهم من تأثر الشيخ، يعني يحاتون. الله يطول في عمره ويعافيه إن شاء الله ويعطيه طول في العمر. الفراق صعب جدا جدا جدا. ابو محمد انت حسيت بهذا الشيء؟ انت حسيت بهذا الشيء؟ وفعلا الفراق صعب، ولكن نقول قدر الله ما شاء فعل. والموت حق، والموت باب كل الناس داخله، انك ميت وانهم ميتون. والحمد لله رب العالمين الشيخ سلطان فضل الله عز وجل رجل مؤمن الحمد لله رب العالمين، وما في شك في هذا. وان يعني ولكن مصيبه الفقد هي اللي راح تاثر. يعني ما في شك ان الموت مصيبه مثل ما سمى الله عز وجل: واصابتكم مصيبه الموت. الموت مصيبه ما في شك في هذا، ولكن نحن نقول الحمد لله رب العالمين ان نحن عندنا يقين بان رحمه الله عز وجل اوسع من كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك نحن نرجو الله عز وجل ان شاء الله ان يغفر للشيخ خالد وان يرحمه وان يتجاوز عنه وان يبرد عليه في قبره ونجعل قبره روضه من رياض الجنه، وان يلهم الشيخ سلطان وحرمه الشيخه جواهر وال قواسم كلهم ان شاء الله صبر وسلوان، وان ان شاء الله يعوضهم خير وان يخلف لهم ان شاء الله في مصيبتهم وان يغفر لهم ان شاء الله ويرحمه ويتجاوز عنه يا رب العالمين. جزاك الله خير. الله يسلمك يا خالد. انت جزاك الله خير على هذه الطيبه. ما قصرت ما قصرت. جزاك الله خير ابو محمد. ترى الاحسان عليك في الكوفيه واصل. ونحن بالمناسبه 06 يعني مال الشيخ خالد الله يرحمه. الله يرحمه. الحساب ترى عليك. حاضري من عين تستاهل. ما تهنيت في الحساب. لا وطالبين بكل وما صح ما صح. طالبين بكل وهذا تفيدونه. وطالبين ما صح من الغلاية. وايد أشياء. وهذا اللي مكرون وكيك وما أدري شو يطلع وايد. الحمد لله قلت ما داني أتبع شيء. ما بني بخيل، لكن أي يوم حد يعزمني هو يدفع بعده. المشكلة ما كنت عزمت حد. ماي وحيدي. ما يوحي لي عزم، كل يعزموني، فهاي روح نعمة من الله سبحانه وتعالى.
شكرا ابو عبد العزيز. بالعافيه ابو عبد العزيز حياك الله. شكرا شكرا جزيلا يا اخي. هذا قف عدالي ابا قصير يا ابوك انت الطويل. طلعوا راسي وين؟ طلعوا راسي انا وين؟ بالله عليكم حياك الله يا خالد ما قصرت والله. شكرا على حسن الاستضافه. وافي يا خالد وافي. تغمضت ان طلعت الفاتوره مو بوايد 200 كوفي. حد يشرب كوفي ب 200؟ والله ب 200 ايش قاعد؟ الله اكبر. بالعافيه بالعافيه عليك. لو عاطنا اللي اياهم كاش بعيد ابرك. خالد وايد قصير خالد. اي والله تعم صغرون صدري واصل. زين المهم شنك من عنق عيال. وهذا شنو هالي يطرون شنك من عنق. شكرا طبعا خالد الله يرحم والدك. مشكور يا ابو عبد العزيز. وافي وافي ان شاء الله ما نيكم الا 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 في فرح ان شاء الله باذن الله. العزه الله يحفظكم اللي جيناه اليوم. نحن جينا نعزي الشارجه كلها، ما بلا نعزي الحاكم الله يرحمه. لا ما نعزي اسره الحاكمه، البلاد كلها الحزن. نعم نعم. عاد وباد الحمد لله في جميع في كل بيت الحزن. الله يكبر الشيخ. اي والله نعم الحزن في كل بيت ان شاء الله. فالحزن سبحان الله في كل بيت والله. اي والله فلذلك العزه ابوي للعرب كلها، لكل ساكن في هالبلاد، لكل انسان عايش في هالدار من الفجير لين السلع. الله تشاهد ان الحزن في نعم كل بيت. فالتعزيه الله. لكل كل انسان عايش في هالدار. واحد من امريكا هذا ممثل امريكي ما اعرف شو اسمه انا كاتب كومنت في حق الشيخ سلطان الله يطول في عمره. نعم. ان يعني خلاصه الكلام انه وايد حزين ويقول له في النهايه اعتبرني انا ولدك. صح اني لا بني من دينك ولا من عرضك لكن اعتبرني واحد من عيالك. سبحان الله. هذا هو غريب. تخيل عيال الدار شو يقولون. اللهم لك. اي والله يعني هذا المقطع انتشر وايد متداول. سبحان لكن فعلا يعني الناس جدا يعني متاثره. يتاثر الشيخ الله يطول في عمره ويحفظه. امين. ابو محمد بصماته ملموسه. كم فرج من كربات، كم يسر من معسر، كم الداخل لإسعاد أسر. اليوتيوب يعني ممزور من مواقف الشيخ. لذلك فالناس مبهاين عليهم، الناس مبهاين عليهم أن يعني أي شيء أو أي سبب أو أي خبر يأثر على نفسية الشيخ. هي أو يكدر صفوة. أو يكدر صفوة ويعني كم أسعد ناس وكم أسعد شعوب وكم أسعد الناس يعني في كل بلد. في كل بلد له بصمة في الكون كله. صدق صدق غامضنهم غامضنهم له بصمات في العالم كله. سبحان محمد. نعم نعم. أسبانيا فيها مسايد باسم الشيخ. في ألمانيا مرة نتمشى في قرية في ألمانيا وحصلنا مسيد بنان الشيخ سلطان. يا الله. إيه والله. حتى المنارة كانت غريبة. المنارة كلها عبارة عن حروف أو آيات قرآنية لكن يوم تدقق في المنارة فعلا تقرأ آيات قرآنية. يعني شكل هندسي غريب صراحة وفكرة عجيبة. يعني في ميزان حسناته. الله يحفظه يطول في عمره. خلف عليه بالخلف الصالح يا رب العالمين. آمين آمين آمين. ويجمع وياهم في في عليين. امين امين امين. الله يحفظك. يلا مع السلامه يا ابو عبد العزيز. مشكور مشكور الله خير يا اخي. الله يبارك فيك. الله يحفظك. وهذا 06 تبارك بوجودك فيه صراحه انت. الله يسلمك. حياك الله. مرحبا مرحبا. اقولكم صلاح اليوم السبت ما يدري بني موجود. هو يحيدني السبت والجمعه والخميس اكون خارج ما في البلاد يعني ما في ابو ظبي. فاكون في دبي ولا البحر ولا العين ولا مسافر. فاتصلت له مره مرتين ثلاث عشر ما رد علي. كلمت الدريول صلاح وقال ابو صلاح صاير المول اليوم السبت. ترى السبت يصير قبل ما يفتح المول ويتريى لين يصير ويفتح المول وييلس لين يدر الظهر. الا كل دقيقه في كوفي ويشرب جرين تي وكوفي كوفي وجرين تي لين يتخالف الاذانات يرد. شوف انت البصره وانا ياس اتريا اتريا والله يا ابوك من مايا ولا فكر ولا حتى رد على تليفوناتي. يا صبري عاد يسي تحت هي دام هذه الهمبالي خبرتكم عنها قصيناها من زحبال. هاي يسمونه مالدا اسم يبي كلينكس. قلت كلينكس القوطي بكبره. يا الله خليت أظهر. ردي القرطاسة. ردي القرطاسة مكانها. رديهن كلهن داخل. أنا ما أربي كلينكس. أبغي أروي العرب الحجم عند القوطي كلينكس. شفتوها هاي هي المالدة. هاي المالدة الله يحفظكم حق أكل مبوايد فنانة. حطي هنا بثباني. حطيهن بثباني. يا الله هي خلي هنا. المالدة كأكل عادي طعمها يعني مش حلوة وما بحامضة.
الوسط يعني، لكن مش انك تقدر تستمتع فيها كهمبة حلو، لا، مالدة تنفع للمربى، يقطعونها ويعدلونها، هاي الوحدة الصلامة صلامتها هالكبير من داخل، تحرها يلافة موز، كل هلب هاي عشو هاي تستوي حق المربى، يحطوا لها شكار، يحطوا لها شوي يونه قناد حبة كبارة يعني شيء الأسود هذا، يحطون ثلاث أربع حبات، حد يحط زعفران، حد يحط بس شكر، ويسووا الشيرة ويأكل من طرفه، شيء من أروع ما يكون. يلا Thank you. متوكلين على الله إن شاء الله سارين أنا والمهندس أبو إبراهيم مهندس منهل، سارين إلى مدينة العين الحبيبة إن شاء الله، إذا الله جعلنا من الحيين بيكون غدانا هناك، معزومين على غداء في مدينة العين الفنانة، مصيف الإمارات الأول إن شاء الله، إذا الله جعل العمر بده نسولف وياكم في الطريق، ونسولف وياكم أول ما نوصل ومن عقب ما نوصل، أعطيكم الأخبار والعلوم كلها إن شاء الله. خليت في خاطري قلت لا أصور لكم إياه، أقبال أصبر أصبر، ها تعال افتح هذا عسب ما خيس شل الزور، يا الله منك برويكم انخلة خارف منها كمن بسر، هو شوف الله عليكم شوف رطبتها، شوف تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله، اللي برويكم رطبتها كيف، امسك شوي امسك امسك عادة امسك برويكم بسرتها، سبحانك يا رب، حجم غريب عجيب، حجم عجيب غريب، جيب أخي شو الحجم، حجم غريب عجيب يعني الوحدة كبر الفنيال تبارك الرحمن، أول سنة أول سنة شوف كم مكبرها، ما طلعت قبل السنة أول سنة، شو من رطب هذا ما عارفه، هاي هذا الله يحفظكم، هاي الانخلة جايتني من عند سالم التاير الله يحفظه، سالم التاير أبو محمد، نعم من العين عطني إياها هي، في جملة في جملة نخل، عاد شو عاد من نخل والله ما أعرف، طبت فنانة قند ريج يا غير يوم تقرضها كأن كارت ناريل كبار وشبات، حبة لطبها مثل ما قلت لكم غداي اليوم في وين، بالطوية في العين الحبيبة، المقير أمقير مصيف أبوية هالبوظبي هالبوظبي هل العين ومناطق المجاور، هي مقيض دولة الإمارات كلها، يا غير أقرب ناس يقيضون في العين هم هالبوظبي نسبة للحدود الجغرافية، وإنها يعني تابع أبوظبي زين، هذا أولا. ثانيا طالت عماركم الشخصية هذه اللي أنا ساير أتغدى عندها اسمها أبو فهد، من أوصل بتعرفون من أبو فهد، انزين الرجال هذا الله يحفظكم الدير أول ما استوت الدنيا بارهوز عقب فريج المحاربة، ودرس فيه كنتي أبو ظبي الروضة والابتدائي والإعدادي والدرج، ووصل مناصب كبيرة تبارك الرحمن، وفهد أخو صاحب صديق منذ زمن الطويل، يا غير أبوي أبعدتنا الطرق ومشاغل الدنيا، ويعلى الله يحفظه، اليوم هذا من نوصل بنصور بنسولف، كان طاع بعد على حيدة ما يحب التصوير، وإن شاء الله رب العالمين الله بيسر الأمور، بنسولف بنضحك بندردش يعني، وهاوي هاوي جمع تراث بيموت في جمع التراث، بيموت على جمع التراث إن شاء الله، هالعلوم كلها بتعرفونها أول ما نوصل قبل الناس كلها، أبوي بيرس أبوي عدا الواحد يستاهل إن الواحد يعدا إلس، ذكرت منك ذكرت بكبرك ما جبت ربع اللي هو جايب لنا، إنزين تعال عدالي كم جايب الله عليك 93 تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله 93 يبقى هذا رقم مشرف، يا سعد حظ أبوك وأمك وهالبيتك وفريجك وبلادك فيك، يا سعد حظهم كلهم 93 الله يطرح فيك البركة، شو ناوي حينه وما شاء الله كلية طيران
أي كلية منها؟ كلية خليفة الجوية اللي هني في العين؟ استاهل استاهل ونعمل اختيار إن شاء الله الأمور طيبة ومن حسن إلى حسن ومبروك النتيجة المشرفة وهالمجموع الفنان الله يطرح فيك البركة آمين إن شاء الله. أنت هذا أبويا 93 أنت يا أنت ساقط أولاً أنت ساقط زين ساقط أنا أدري خبروه إنك ساقط قالوا دور ثاني ولأنك كنت تصيح وتقول ما أريد أسير في الباص لازم سيارة الخصوصية توديني قال لي تودي السيارة الخصوصية حسب شي سقط أروح باص قوية أكيد هي. والله هاي يقول يا إنك ما تروح الباص في الباص يا كذب هذا 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 شو رأيك بعدين أنت تعرف نسبتي كم 97 حلف نسبك في وين ثانوية عامة لا ها ثاني بدخل ثالث أشكر فنك تلكم ساير عند أبو فهد أبو فهد أبو فهد هذا أبو فهد حياك الله أبو محمد شرفتنا الله يحفظك ونورتنا ونحن فرحنا بشوفتك وبأيتك يعني تسلم وانت أيتك عند الناس كلها غالية لا خرينا منك ولا ونحن نقول مرحبا مليون مرحبا المليارين مرحبا يعني ما خلوك انت واللي رافقوك يعني تسلم والله العظيم انه يعني اثلج صدري يعني تسلم انت من الاخوة العزة اللي ما شفتك من زمان الله يرحمك لانشغالاتك وحنعذرك الحمد لله انت ريال ما شاء الله مشهور ريال عندك التزامات مشهور مشهور تخدم بلادك ما تخدم بلادك اخدم بلادك بيدي وريوني بعيني الا اقول لك داخليا وخارجيا وما يحتاج ومودي دور وعلى الاقل انك بتواصل مع اهلك والله انا اشوف لك انك تحصل هالوقت هذا نعم. انك انت ما شاء الله لك مبدع الحمد لله رب العالمين ونحن يوم يعني صراحه خصص لنا هالوقت هذا والله افرحتنا لكن عاد منه شوف الحين من رايح ما بخليك بعد باضك قبره لا اله الا الله على كل ما يلعين وين نيت العين لازم ابويا بي العين كان هاي الدنيا كلها مريوده الحين هذا خلا هذا خنيزي ايه هذا خلاص خلاص زين هذا هذا اسبوع العروس هذا اسبوع وهذا هذا قش بلوش جش بلوش قد طلعت البلوش كل شيء فنان عندهم حتى جشهم حتى جشهم غير نمونه وهذا هذا قسويح هي وهذا نغال هي تسمع يا مره ثانيه من من الحين خلنا نرد هني جش السويح و... ونغال لكنه مو بعربي شيء هي جش النغال جش النغال هي. وهذا جش البلوش وهذا جش البلوش وهذا اسبوع العروس انزين وهذا الخلاص قش بطاش وهذا خلاص خنيزي وهذاك نميشي نميشي واللي هناك شو هذاك الاخو هذا جش البلوش هي جش البلوش أبو فوايل القيض يسمونها هاي فوايل القيض فوايل القيض العين همبة ورطب ليه حصل ليه حصل الهمبة ورطب خلاص كل شيء أبوي يازمهم علي لين يوجف موسم أبوي الهمبة ويوجف رطب عند خلاف ردة العرب إلا على الخوخ والمشمش وما دش وما لكن أهم شيء هو الهمبة والرطب ما يبال اثنين ولا شو لا والعرب اول هنا عيوننا من ابو ظبي هي تسمع ويقيضون هني في العين عند اخوانهم اللي عنده في ناس عندهم خيل هي. وناس عندهم ضواحي زي. ونحن وياهم ارباع انت رياهم كنا زين هي لكن في ناس يجون عندنا اللي عنده صديق واللي عنده كذا اهليه هي هي هي. وما حد ذاك اليوم يشك بعضهم بعض الا ننام ارباعه ونقوم ارباعه وانت قهوه ارباعه تسمع ونعيش رباعة وهاي الفلاية الحمد لله رب العالمين سادها العرب يروون منها ويسبحون منها ويعيشون منها تسمع والذباح يتم فيها حتى يذبحون أول هي. يذبحون في الضواحي من طارح هي هي وعقب عادي يوزعون ويبيعون منها طبعا اللي يبيع ولا كوب تشاركين ما شاء الله إيه لكن الحمد لله رب العالمين عشنا كأهلية ولين اليوم إن شاء الله ولين تقومنا صالح نعم ويونا من دبي ايونا قبل حبتور ويونا ناس من دبي معروفين ألبو فلاسة كل ميون الهوامليون من دبي ويقيضون عندنا ونحن وياهم أهلية الإمارات كله بيخبرك نعم الإمارات مبونهم متحابين لكن ياهم زايد رحمة الله عليه نعم ومشاح كل شيء وخلى القلوب الصافية زايد السلطان رحمة الله عليه الجنة. خلى الناس مرة عد زاد زادت المحبة وزادت الألفة زاد النسب وزاد النسب نعم وحنا نعم. شركني يا وزك بس هذا
هذا اللي تشوفونه يا غير هو ترى أكبر عني أنا أكبر هي أكبر عن أبوه أنت أنا أكبر سنًا لكن أنت أكبر جاهًا يا رجل الله إيه والله العظيم الله يطول عمرك يا جيتك هذه الدل على أصالتك جزاك الله خير أصالتك الأصيل يذكر إخوانه كلنا واحد يذكر هله ما عليكم زور ما عليكم زور ولا طال عمرك اللي ما يهله ولا يزور إخوانه ولا يزور هله ما عنكم هذا بعد طال عمرك مو طيب جزاك الله ما الرسول اللهم صل قال خيركم خيركم لأهله وإحنا كلنا أهلية جزاك الله خير ونحن كلنا نحب بعضنا بعض الله يطرح وأبشرك ييتك هذه زي ما قلت بابا ودركها هيا هيا ايه مرة ليه لا خبرك بسافر وياك بعد بعد أحمد بن سالم بن سعيد آل سودي أنا حيدة ممنوع هذا هو أبو فهد اللي أبو مسار عن أبو فهد أبو فهد ها لا بد فرح لا ها يجيبونه يشبونه سمعتم؟ سمعتم والله عليك؟ يسمونه الداخل بالباطل هاي الصورة تخبرني في هذا أنت اللي في النص هذا اللي في النص زين واللي عدهم وهذا واللي على يميني فهد زين واللي على يمينه فهد سالم زين واللي مناك هذاك اللي على يساري عبد الله زين واللي عداله الدكتور محمد ما شاء الله إيه واللي وراها لو تشوفه الحين ما بتعرفهم إيه لأن الآن كبروا هذا ها إيه هذا هزاع وهذاك ذياب واللي عداله منصور تبارك الرحمن ورا هذاك هذا سعيد الان في مصر يدرس دكتوراه وهذا حمدان وهذا اللي هو الذيب هذا سلطان ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه نصوره ابوي لا هود ولا هدفي الله يجزيك خير طول عمرك الله يحفظكم غداهم ايه بابا ترى بديت بابا ترى الشيلاني ربيان قشيم إيه هذا اللي بيحب عبان غير ما شاء الله والسلطات والفواكه والخضرة كلفتوا على عمارك لا حاجة أقول هذا حقك أنت أنت فاجأتنا الله يحفظك أكبر عن هذا لا خلينا منك نعم نحن نتعلم الكلام اللي من عقبك الله يحفظك يزاك نعم الله طول عمار معازيم لم على الخير وايد يلا شباب قربوا قربوا القدع تعالوا تعالوا هاي المعاصيب هاي عشقي أنا إيه؟ هاي المعاصيب هذا العشق هذا عشق وايدين والله نعم والله شوف أنت والله أن يوم أذبح أن يطلبوا مني وأودي لهم ناس كبار على جسمه الرجال هذا ما أدري بني أساس أصوره هذا الرجال خالته اللي طابخه خالته زين المميز وايد العرب اليوم يطبخون الحشو يسوون الحشو راعي البيوت سوى الحشو عقب حطنا الجرفة ترى اللي يميز الحشو ريحة الجناد ريحة الجناد والفلفل أسود ريحة والجرفة النعيمة حد من العرب حد شيء حد من الحرمات يعني الجرفة النعيمة تقدر انها يوم تذهب الحشوة وفي مال الله لا اللي يميز الحشوة يخلي ريحة الحشوة تروح مصير يومين ويا النخيل مبلك الجرفة يوم تنحط وقت الحمسة تنحط على دفعتين أول بادي في حمسة البصل وآخر شيء وقت الختام مرة بيسكرون عن الحشوة ترى على فكرة جذر الحشوة روحه يتركب وجذر الحشوة روحه يسوون للتسكير يسكرونه مثل ما يسكرون الفوقة مثل ما يسكرون الشيلاني مثل ما يسكرون القبولي الحشوة روحه يبال تسكير على ضوء هادي أول يحطون في طاسة الصفرية اللي بيخدمون فيها الحشوة حطوا يمر من معاليها ويمر من تحتها وخلوا الحشوة تسكر على دوبها مثل ما يتفننون بتسكير الشيلاني والقبولي نفس الشيء الحشو يتسكر ما قلقلوه وكودوه يحروا العرب ما تعرف لكن شوف عينهم ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظهم والله عليك هي والله ترى وايدين ما يعرفون يتحرون الحشوة لا لا كل ترى كل شيء ولا ترتيب وايده تقول نحن نعرف ونحن نخدم ولا لا 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 كودون لا كل شيء ولا ترتيب وكل شيء له وقت وكل شيء له توقيت متى ينحط البهار هذا ومتى يضاف ما بالله قالوا والله نحن حطينا لوم يابس في الفوقه مالنا فوقتنا حطينا لها لوم يابس يا غير مالها طعم لازم مالها طعم كيف لازم فوق مغفي يا غير ابوه لا اللوم اليابس حطوا جدر الفوقة حطوا 10 حبات لوم يابس مثلا
مرسوا أربع وخلوا الست بكبارهن مخبقات على يم وخلوا الأخير الأربع يمرسونهن مراس ويردون يحطونهن أبوي في المروق عشان شيء غادي فنان ونحن لا نقول اللي يبين الحيارة مرة من طرف اللي تو تقلبون عندنا الله يحفظك تدفع الشر البلعان يا رب إبراهيم ما حد ما يعرف ما حد ما ما عنده دراية في الخدمة كل هالبيوت تخدم يغير حد من العرب لو بيسوي عيش أبي السوكة عيش سوكة ماء وملح والله يا بوك يا ريحة الشيلاني بصير يومين تعطر هو كله نفس يسمونه الأوليين فلان والله يده زين في الخدمة أو عنده نفس في الطبخ سبحان الله يلا تحبلا صوت الحين لازم حيا الله ومحمد الله يحييك زين ما عرفتك الله يحفظك أنا حمدان بن أحمد السودين ما شاء الله زين 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 شوف رامي صورة خيط اللي عندك يحترم تليفون هذا تصويره فنان تليفونه محمد الله يجعل هذا يجيب علاج ومحمد محمد الحين ترى قبل شوي صورتك أنا نعم وأنت ياس الوقت لك اليوم ترى مسا تقول لنا خالك هي هاي خدمة تلفوق هالمجهوز زين الحين ما عاد أنا ما أعرف كنت منه أنا سلطان الصغير طال عمرك من شريف البلوشي والله مليون ونه الله يطول ايش حالك والله بخير يا كيف والله بخير يا مرحبا سلطان سامع على بغيت اخب اصورك الحين علشان تقول ان ما عندك مانع اني اصورك ما عندي مانع لا لكن لو عرفت قبل لا تصورني بطلب تعويض بعد اي طبعا تجار الله يطول الحين صبر صبر هذا الرجال من اول واحد هذا حمد بن بخيت بن حمد بن سالم ولد اختي زين وهذا اللي عداله ايه حطوه في بالكم اللي بينش بتبع الكاميرا ورا ايه هذا طال عمرك الملازم طيار راشد بن علي بن محمد ولد اخوي والنعم لا تعال ها هذا هذا ابنه هذا طال عمرك النقيب احمد بن محمد هذا اللي عنده وسام الشجاعه ما شاء الله وهذا الفنان ابنه هذا الفنان الدكتور محمد بن احمد اي قلنا لك اللي بيشرد بنصوره وهذا هذا عبد الله بن احمد والنعم وهذاك سلطان بن احمد ما شاء الله اي وهذاك عبد الرحمن قلنا لا هذاك عبد الرحمن بن محمد بن سودين والنعم ولد اخوي والنعم وهذا حمدان بن احمد بن سودين والنعم وهذا الرايد علي بن محمد بن سودين والله مليم والنعم الشرطة والنعم هذا منو هذا المضمر هذا المضمر الشهير السنة باع للشيخ حمدان بن حمد بن راشد والحين أمس واليوم سابق مرتين تبا شو سا شو بالله عليك قول هرمس اليوم طيارة وشاحنة في مركاب الساد جاي الأول ما شاء الله في شوطين استاهل الناموس هذا إسماعيل بن محمد بن سودين ما شاء الله وهذا ذياب بن أحمد بن سودين والنعم هذا اللي قلنا عليه الشجاع عنده وسام الشجاع ما شاء الله يستاهل أحمد بن محمد بن سودي مليون والنعم وهذا اللي هو النقيب عاطف بن إبراهيم بن ناصر ولد أخوي مليون والنعم وهذا ولد أختي سلطان بن الصغير البلوشي مليون والنعم ايه رجل الأعمال بنقول بزنس مال كمبني 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 الله يحفظكم إن شاء الله يطرح فيهم البركة ويخليهم إن شاء الله شفتوني صورة نادرة ويا سرور بن سلطان صورة اللي فيها حياة الشيخ محمد بن زايد ويا حياة الشيخ سرور بن سلطان زين أنت وين؟ أنت اللي ورا سرور أنا ورا سرور لعدال الشيوخ اتشرفت أني أكون عدال الشيوخ الله يطول عمر الشيخ آمين آمين الحين هذا الفنان متأكد؟ ما شاء الله عليك يا ربي سبحان الله وهاي شوف ابتسامة الشيخ محمد الله يطول عمره آمين دوما إيجابي سبحان نعم الله نعم عرفناه واستوى لا وهذا الشيخ حسين المعلة والنعم وهذا الملحق العسكري كان في بريطانيا نعم ما شاء الله نعم وهذا الإنجليزي من طرف الحكومة البريطانية الله يحفظه وهذا عيسى الجابر اللي طالع نصه هذا والله هذا عيسى الجابر هي حيد لين اليوم فنان بشير لين اليوم فنان بينا هذا الله يحفظه سبحان الله هاي من الصور النادرة اسمع كلم أبوي ما اختلفه ولا أنت حد أبوي ما اختلف إلا أنت أنا شوي بتنت شوية شوية لا توضحنا أنت الله يهديك ايات ما شاء الله من كل ما تشتهي نفسك كيك وما ادري شو كناف ومناف والقيمات وخنفروش وفقاع وكل شيء نعم يبقى الحمد والشكر لكن شو لفت نظرك هذا
تدرون عاد شو هذا؟ هذا ايس كريم، ايس كريم على لبن بوش بالعسل، وبالعسل بعد نعم. يلا بدون سكر يعني، بدون سكر ومصنوع في البيت هني. يا انت بكبرك سكر، الله يطول سكر يا حبيبي سكر. الله يحفظك. وين بيتم الجسم ذارب ها؟ وين بتغدي؟ ما عليه انت اسبوع محمد هني اسبوع ان شاء الله حادني. ما بديت مثلي. لا يا ابوي لا 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 يا ابوك حم الله انها مصيبه. انا من نفس وكلفنا يا خالد. انت ابوي عندهم حليب كرك، والله يا ابوكم استويت وخلجت من يوم انا ياهل هنمون كرك ما شيء ما كذا طعمت كرك هنمون قرب الله تمكشف النار عندهم. يلا مع السلامة، اكرمكم الله، مشكورين مشكورين. ما يهمك انت ها، اقول شو جايبين؟ شو جايبين؟ لا كذي مرة بعد يابك ما ودي افارجكم، ما ودي افارجكم. الله يطول عمرك. عند الباب. باي باي. How many years you are here؟ ما شاء الله عليك. ما شوف ابوي الطيب عايب الطبيب، لو ما بطيبين ابو ما يلست وياهم 22 سنه يلست مربتهم كلهم هالعيال. يلا في مال الله، يلا كرمكم الله كرمكم الله. سلموا على الصغار والكبار مره، جزاكم الله خير. طرش اعطيناك رطيبات هاي اللي تم خروفات. زين توكل على الله، اتري التغرير. الله يحفظكم. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. منطقه جميله هاي الطوي، كلها نخيل وكلها زراعه وكلها بقعتين خضراء والدنيا الحمد لله. بيت العين، بيت العين ابوي توهي وهي والله يا ابوكم ينهى وهي. اي نعم امبوني زايغ على هالشيره. لكن الحمد لله ابشركم انها ابتدت تتنظر ورق جديد الحمد لله. انا زايغ عليها لكن الحمد لله رب العالمين. خواتها كلهم ضاربات الا هي شويه. سبحان الله. ايها اهلي، وين رشيد؟ شو اخبار؟ زين كيف حالك؟ تيك تاك ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا من تقاين، هذا ذوقي اللون، هذا اخذت اللون الخمري، ما بغيت الذهبي، بغيت اللون الخمري هاللي تشوفونه. يا سلام سلم. ثانك يو صديق. يلا السلام عليكم. من هل؟ يلا ابوي ها؟ هذا يسار غير كلمك محل ولا لا عشان وين؟ هذا كبيرة اللايف. هي كم هذا؟ 250 200 ما شيء 250 أول اتفاق بيا من أول 200 بعد زاد علي 50 هذا كبير لا ها؟ ما بتقبل شو اسمك؟ والله هالعين أنت؟ نعم ما شاء الله عليك. سلطان أي صار؟ ما شاء الله عليك الله يحفظك. معدل زين؟ نعم. كم؟ تبارك الرحمن ما شاء الله عليك تستاهل تستاهل. هالبنية الغالية من شو اسمها؟ والله والنعم علاية. سلام عليك. احمد البعينين المزروعي يا ابو شهاب. الله الله الزين وينه في دبي ولا المدينة؟ مرحبا مرحبتين مطرقة وكلابين، مرحبا بنور العين. الله الله احمداني. سلام عليكم. اي 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 اللي هذا البعينين، البعينين بياخذ حرمتين، وحده من ابو ظبي وحده من العين. ها شو رايك؟ كنت اسمي سيف. والله والنعم اشكرك انك سيف ما شاء الله. سيف عاده شو اسمه ابوك؟ سيف مبارك. والنعم سيافي سيافي. هاي مني وهاي مني مني وهذا منو؟ هذا منصور. زين هاي عفره. ايه هاي وبحه. والله والنعم هذا بالله عليك الحين تعال ياي بعد عم شيل الناس ما يبي يصور خقاق ها. بسم الله عليك يا رحمن الله.
تصوروني لو انا اصوركم الحين؟ انت اول بادي انت خبروني شيء اساميكم. محمد المريخي. والله ونعم. وانت؟ محمد المرزوقي. والله ونعم. وين ساكنين انتم؟ محمد المزايد. جو بلاك وين ساير منك؟ تعال عدالي يلا خبرني شو النتيجه. الحمد لله زين. لا كم يب؟ 90. احلف والله. وانت؟ بعد ما بعد ما نزلت النتائج. ما كذب كل العرب نزلت. والله العظيم ما نزلت. يا كذب ولا صدق؟ لا بسم الله عليك. يلا في امان الله. اقول لكم اكذب عليكم لو قلت لكم اني ما كنت متعايز. متعايز الى ابعد الحدود. الى ابعد الحدود مالي بار للتمرين. عنتر سرحه جدال عيد ومهويه الجوايل وصرط صراط البلاء عند الجماعه لكن سبحان الله ما الله كتب إنه يتغلب علي الشيطان فلذلك انتصرت عليه وجيت الجيم إن شاء الله بركض أو بسوي تمرين وإن شاء الله إنه بينهضم ربع اللي كلته عند الجيم. وعلى فكرة في سيرتي طوي العين شيء بيت الجماعة عندهم متحف تراثي في منتهى الروعة وصورت فيه صور نادر وجميل تأخذ العقل. لكن سبحان الله السناب سواها فيه ولا وطيرهن بسنابات أكثر عن 20 فيديو كل واحد أجمل عن الثاني. ما الله كتب نصيب لكن إن شاء الله إن الجايات أكثر عن رايحة. بتسوي زيارة بصور لو أسير مخصوص عسب أصور لكم المتحف اللي عندهم. متحف يمكن بقول لكم حوالي 20 متر طولة 20 متر في 6 بلاد لكم. سبحان الله ما الله راح. روح ما شاء الله عليك روح. طب هذا اللي يقولوا لك زندي يمشي عليه تيس ويتلفت يضرون هذا الرجال. ثلاثة لي خطف ثلاثة خبرنكم ان عندنا اجتماع سايرين دبي وخطفنا وتغدينا وعينا من الله خير ويوم نحن واصلين جدا الاجتماع يانا الخبر الوفاة. فسوى تنكيس الإعلام واستوى نحن حالنا حال البشر تبند في وضعنا كل شيء وخلاص المدة الناس 3 أيام قلنا نحل يا أبوي 4 أيام. خزنت الاجتماع اللي نحن سارين على سبه اللي خبرتكم كان في برج خليفة والحين بنزلكم إياه إن شاء الله. موعدنا الساعة 6. أنا جيت 6 قاصر رب أنا في برج خليفة في أرماني لونش ومخبرنكم أنا عندي اجتماع مع مجموعة من الإيطاليان وهم إدارة مجموعة GSD Healthcare وهي عبارة عن مجموعة مستشفيات توجد في إيطاليا ومجموعة مراكز أبحاث عالمية وأكيد كشرق أوسط ويمكن أنا أجزم أنه يمكن في العالم كله ما حد يعرف سر الإيطاليان في الطب. WHO منظمة الصحة العالمية مختارة إيطاليا كثاني بلد في العالم تقدما في الأبحاث وفي العلاج وفي المستشفيات على مستوى الكرة الأرضية في التقدم في العلاجات الطبية. وهذا الله يحفظكم دكتور بيير. دكتور بيير Nice to meet you. Thank you very much. Inshallah, we will make a good job with you, and we will meet each other in Rome. And Milano. And Milano. Inshallah, everything will be fine. When do you think? I think we're going to go in September when everybody is going back home Italy from the vacation. Inshallah. بنتكلم وياكم عن هالموضوع كله بالتفاصيل. بكل ما تعني الكلمة من مصداقية وكل ما تعني الكلمة من جد وكل ما تعني الكلمة من حب ورغبة مني بمساعدة الناس بكل ما هو جديد في كل ما هو يهم البشرية وأهم ما يهم البشرية صحة الإنسان. Thank you very much دكتور. Thank you very much. Thank you. هذا كان يوم الثلاثاء وبظهرتنا من برج خليفة خطفت لقط منظر جميل منظر يعني
توقف له احترام وإجلال غصب عنك لا تبي، غصب عنك. خطفت أبوي على شيء مرفوق عليه، مرفوق حياد زايد بن سلطاني على هالجنة، رافج يا محد لا يقص غافة ولا يقص سمرة. والغاف اللي خطفت عليه من الغاف المرفوق عليه، مرفجين الشيوخ الكبار يعلهم الجنة ان هذا هاي الشجرة من الاشجار البيئية يمنع منعا باتا ان حد حتى يسكن. صورت مكان استراتيجي احبر بيكم التصوير. هذا برج خليفة في نص عاصمة الخير دبي، ونص بوي هالقصور ونص هالشوارع ونص هالمكان الحيوي في نص، يعني مثل ما يقولون يقولون هذا يعني في عين الماء، في عين الماء، في عين الماء. شوفوا ايش اللي تشوفونه، محمية كاملة، محمية كاملة كلها قاف، كلها غاف. شوفوا بالله عليكم، شوفوا الحنبل تحت كم كون، هاي كلها مجموعة الغاف يعني الله يحفظكم مرفوق عليها. ومانع حياة الشيخ زايد يعله الجنة ونعيمها، مانع مرفج انه يمنع منع قص القاف او ان حد يحط بمنه او يحرجه حتى من مكانه. شو تبارك الرحمن، مشوا على الوصية، مشوا على الوصية، وغادي المنظر ياخذ العقل، يسوى نوم العين، منظر منظر يعني يوقف شعر ينبك يوم تشوفه. في السعودية الله يحفظكم المملكة العربية السعودية يسمى اسم الغاف البري، وهو نادر جدا وجوده في السعودية، ويوم يوجد الثمر ماله أو ناتجه ما يكون شرات اللي عندنا نحن. وفي الإمارات وسلطنة عمان اسمه الغاف الرمادي، وهذا ما تشوفونه. فلذلك رب العالمين جاعل في بلادنا البركة لجل أبوي نحن محافظين على البركة وعلى وصية من كان بركة وعايشين ببركته وبموت إن شاء الله، ونحن عايشين على فضل الله ومن ثم فضله يعله الجنة ونعيمها. وحاليا نحن نتمتع بخير وصحة وعافية، دام أبوي الناس كلها ماشيين على أخطر راحل يعل الله. والنوع الثالث من الغاف يسمى ينبوت. الينبوت هذا بعد ما يتعدى بارتفاعه من المتر إلى المتر والنص، من المتر والمتر والنص ما يتعدى ارتفاعه. والغاف انكلته انكلته فهو يؤكل كمشيش، مشيشة الغاف. وهذا طريقة يعني الغاف، ها ما يسوي لا تأه، شوفوا ها 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 هاي طريقة، ها طريقة الجني، فينعق صلوب، الصلب ينعق، وهذا يوم يقولك ييني غاف بهالطريقة ينجن الغاف ويتفتش يتبطل عن عيدانه هايل. وحد يمتش بعد أسوى عندي، وحد يذرع العيش، وحد يمتشونه ويا رقة الشعري ولا صالونة الهامور اللي هو على حسب ما تبغى، ويشيخ عادة على الشنعد العودة، يشيخ على صالونة الشنعد. فكل الشكر والتقدير على اللي أمر وأصدر الأوامر إن هالمكان ما حد يحرجه ولا حد يحرج فيه ساكن، حفاظا على البيئة، حفاظا على مستوى الخضار في البلاد الطبيعي اللي من بيئتنا اللي من مئات السنين. هل تشوفونه، هل تشوفونه حين هل كمية الكبيرة من السمر هالغابة، وشوفوا اللي تحته، هذا أبوي يروح عليه تحت يسد تطعم مشتة كامل، مشتة كامل تطعم من الدبش، هذا يسد أبوي درس في 300-400 راس قدم، لو بيدور عليهن حول أبوي ما احتاين لا سبوس ولا نسيبلة ولا حرية ولا جت ولا سبوس ولا أي شيء. وحتى السح ما يبنه يوم بيعتمدن على هذا. وتعال عاد الطعام اللحمة يا غير نسج، اللهم لك الحمد، يا الله يا رب تحفظ هذه الدار ومن سكن فيها وطول بعمر من أمر إن ما حد يحرج هذا الشيء. وإن شاء الله دب قصر المواجعي الله يحفظكم في العين، حياد زايد يا مال الجنة الباردة، يا مال الفردوس الأعلى، كان يجتمع بأهالي العين كلهم تحت ظلة الغافة اللي قدام قصر المواجعي، موجودة لين اليوم لين بكرة، لين اليوم لين بكرة موجودة. صورت لكم إياها موجودة الغافة عندي على اليوتيوب على حسابي، وهذه لابنت عمها
إذا ما بخدته ولبت عنها اللي هناك في العين كبير متعظمة. كان هاي ظني أصغر عنها يمكن 20 أو 30 سنة، هاي لك كبار عادي في السن وكبار متعظمات، 1000 آدمي يتضلل تحت ظلته. استوت شوارع وخانوا عن إنشائها، استوت قصور وكنسلوا مناقصاته، وكل شيء يوقف في مكان إنشائه. شيرة الغاف تكنسل عن بكرة أبيه بأمر من حياة الشيخ زايد، حتى الشارع يوم بينجز كامل بيلقطون بوية شيرة الغاف في الطريق، قالوا لفوا عنها وخايروا وسووا الشارع يا غير ما تنشل الغافة ولا تتحول. اللهم لك الحمد. ومن ضمن بعد لقاءات الفنانة الجيت صغارية في المول 06 اللي في الشارجة، وصورت وياهم وخزنت هذا الموضوع من أمس على أساس أني بنزلكم إياهم اليوم. صغاري يبون يشوفون هاليتهم، هاليتهم يشوفونهم على حسابي، ووعدتهم قلتهم إن شاء الله أني اليوم بصوركم وبكرة بنزل التصوير هذا. قالوا إن شاء الله يا عمي. عاد حين ذكرت وحين بحط لكم اللقطات، ما بلكم أنتوا حق هاليتهم يشوفونهم في قارة. رأيني أصورت رفيعة 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 يا رفيعة رفيعة ما تمسين ها منور شارجة. يقوله وإن يقوله وإن الفيديو للوالدة صح، إن كان للوالدة ترى مسموح، وإن كان حق غير الوالدة ترى مش مسموح ولا قبول. لا تقولين ما قلت لك، يقول ما أعطاك الفيديو شفتي. وهاي تحية موجهة من خالد بن أحمد اليوم موجود في الشارجة مخصوص لك، موجود أبوي، وهالفيديو حقك روحك لا حق زين ولا حق عبيد. سلام قلت قبل أول بثا صورت وياك. ما تفتحون الزي ستي واك وتبيمون والمرتين ايه. وين هن السؤال عندي يا حزيني تراويني اياها ايه. زين شو اسمك انت؟ هيا 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 المزروعي ايه. ايه. ايوة ما شاء الله عليل جاي بسوني هاي 06 ايه. فنان زين حبيتي بيقول اسمه انا ما بصور اول بالي عليكم السلام مرحبا. قول شو اسمك؟ إبراهيم. والنعم وانت؟ مشعل. مشعل تخوانه؟ أخوه. ها؟ بالرضاع. بالرضاع؟ قول والله بين بالرضاع انت صغيروني هو عود ما ربي ما كذبك. يلا الله يحفظكم. وين وياي؟ ايه قولي حق ابوك لا يوش واحد عادي، لازم يوش واحد امبراطور افلاطون من هاي العلماء الكبار. زينة شكلك فنانة وغاوية انت هالكبير وما شاء الله. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. الله يحفظك. شو اسمك؟ شمس. ما شاء الله اسمك روحه يسوى ست بنات. اسمك روحه الله يحفظك. شمع اي صف؟ خامس. بسم الله عليك. ابدا لا قول اسمك عادي. اسمي احمد. وانا خالد. بسم الله عليك الرحمن. اي صف احمد؟ صف ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك. قول اسمك شو؟ احمد. لا احمد روحه كامل شو؟ احمد اسامه عبد الله ابراهيم محمد العلي. والله والنعم. تعرفها فضولي؟ لا فضولي فضولي بحث عن فضولي؟ لا هذا هو تولي اسا اصور وياك عبد ورانا. تعال شو اسمك؟ محمد. والله مرحبا محمد. خلصت انت؟ الحمد لله. شو؟ طلعت النتيجه؟ ايه. شو هيك شو عادل؟ 85. احلف. 85 من 300؟ الله يحفظك. تصوير بلي سوالف سوالف فرمس. قول انت قول انا فلان الصف الفلاني في المدرسه الفلانيه وارفع الكاب شويه اشوف اشوف. بسم الله الرحمن الرحيم بيتوحور لحف لحف راسك ابوك لحف لحف. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم عليك الله اكبر عليهم. شو اسمك ابوي؟ زين ما شاء الله عليك يا عبد الله الله يحفظك. بلاك ابوي؟ بلاك ساكن؟ لا صف عدالي. شوف اول بالي شو اسمك انت؟ محمد. محمد شو؟ وانت؟ محمد خليفه عبد الباسط. والله والنعم ما زيكم محلاتكم. اي صف انت؟ صف الاول. الاول وانت؟ رابع بتصير الخامس. رابع بتصير الخامس؟ يعني ساقط؟ شو تقول حق المتابعين؟ شو تمسي عليهم؟
شوي. انت شو اللي تبغى بالضبط؟ هو اللي ابوي اللي هو قال هذا كله الكره. يلا بس الفهم. تسلم تسلم. الله يحفظك. هذا مال اكسيد جايين يركبنا اليوم الوسطى. هذا مال اكسيد جايين يركبنا اليوم الوسطى. اهلا ابو محمد، حالك مبارك. هذا هم مثلك عدل وعقدت الحالي عيال مهتم بعمل واجب. انت من المشاهير ما شاء الله عليك، ترتب وتعدل امورك طيبه. يا شواب ما حد يطالبنا ولا حد يبغى منا شهره. مره دوم شيء مره زينه مره خربانه. يا مرحبا يا ابو محمد يا مرحبا. من شو شفتي توا؟ شو شو شفتي؟ شو 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 قولي. خالد خالدي. شوفي ضايفنا. انا ضايفني هي؟ لا هو ضايفنك. انت شو شفتي توا؟ هو ضايفنك. زين شو المشكلة؟ عرفك كيف كيف عرفني؟ ليش هو جني؟ لا هو يعرفك صدق. كيف ما يعرفني ابو محمد؟ تبين تسيري له؟ أوديك عند البيت سلمين عليه؟ حي. تبين؟ أنا حي يابا. ها؟ حي. أنت تبون تسيرون تسلمون عليه؟ حي. أنا وموزة. أنا بوديكم باكر، تبون باكر بوديكم باكر. أوكي. أوكي؟ خلص. بس بنطالع متى ما يكون فاضي بنوديكم. أوكي. تبون تشوفون صلاح؟ حي. حاضر. بس؟ من عيوني، حاضر. ها أبو محمد يبون يشوفونك البنات.